أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء علما بأن أعمارهن تتراوح بين 50 فما فوق؟ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة غير محرم له، ليست من محارمه. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه ولو كان عمرها أكثر من 100، من 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وما كان يصافح النساء وما كان يبايع النساء إلا بالكلام، ما كان يبايع النساء بالمصافحة. نعم.